أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا بكل الدول العربية، اللي بيحبوا برنامج جنة الأعشاب واللي بيتابعوا خبير الأعشاب حسن خليفة. ربي يشفي مرضاكم، ربي يبعد عنكم الأذى والعين والحسد وكيد الرجال وكيد النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في طعامنا وبحياتنا وبصحتنا وبنفسيتنا. كل حلقة بذكر فوائد الأعشاب وأضرار الأعشاب، مين ياخذ الأعشاب ومين ما ياخذ الأعشاب، لكن لا حياء بالعلم، لا حياء بالعلم. كثيرين عندهم الضعف الجنسي شباب، والله بال20 و25 بتزوج وبيرتمي بالبيت وهات ودوه على مشايخ ومسحور ومضروب عين، ما بيعرفوا الأسباب الصحيحة، وهذا كله كلام فاضي. إما مسألته مسألة عضوية أو نفسية، ضعف الانتصاب للرجال والمقويات الجنسية للرجال، أقوى الوصفات ضعف نفسية، بتتعب تتدمر نفسيته، نفسية زوجته، نفسية أمه وأهله لما يعرفوا بالموضوع. وكثيرين هذه الأيام ما بيخجلوا، وكثيرين بيخجلوا، مش كل الناس واحد، لكن يا أخوان إيش ضعف الانتصاب؟ قبل ما أنا أعطي الوصفات، والله حلقتي جدا رائحة تكون مفيدة للناس، المرضى واللي عندهم الضعف واللي كبار السن والمرضى اللي عندهم مرض السكري واللي حالته النفسية بالويل واللي زوجته ولا كأنه في زوجة. أنا بصارحكم والله هذه عوامل، لكن أنا راح أعطي وصفات والأكلات اللي بتساعد وترجعوا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا حياء بالعلم. وأنا كتبت كتابي هذا المشهور ومعروف، الأعشاب الجنسية لا حياء بالعلم، ذكرت الوصفات والمقويات. هذا مش إعلان لكتابي، أنا ما ببيع الكتب للأسف أبدا، لكن والله بحس إنه في الأجر والخير والعافية، وهذا بيخليكم إنه أنتوا تعملوا الوصفات وتطبقوها، وناس كثيرة بتشكر، والشكر لله أولا وآخرا. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة وضعف الانتصاب، هي عدم القدرة على الانتصاب وعدم القدرة المتكررة أيضا على تحقيق الانتصاب للرجال، الانتصاب الكافي أو المحافظة أيضا إذا بكون في انتصاب عليه أثناء الممارسة الجنسية، لا حياء بالعلم يا أخوان. وهو اضطراب بكون يعتبر نوع من نوع الاضطرابات في الأداء الجنسي اللي بيخجل منه الكثيرين، والكثيرين بيخجل يستشير الطبيب المختص، بروح بيشكي لأمه أو بيشكي لصاحبه فقط. لكن من المشاكل، قبل ما أعطي وصفاتي، والناس اللي بيكون عندهم ضعف الانتصاب أو فشل بالانتصاب أو عدم القدرة على الانتصاب، لا حياء بالعلم، أنا وأنت وأبوي وأبوك وممكن أخوي وممكن أخوك وممكن ابنك في المستقبل، فبالتالي أنا بقدم هذه المعلومة وبنبه الناس يا أخوان. العوامل المؤدية لضعف الانتصاب لدى الرجال: الإصابة بالأمراض مثل مرض السكر، مرض الاكتئاب والقلق، مشاكل الضغط، ضغط الدم، مشاكل الشرايين، مشاكل بالشرايين، مشاكل بالقلب، وجود مشاكل في العلاقة الزوجية، والله هذه مشكلة لوحديها. مش متفاهمين، مش متفاهمين. مشاكل وآلام في الأعصاب، وأيضا الانزلاق الغضروفي والأوجاع، تناول الأدوية
ممكن يأثر على هذول الناس، لكن الطرق الطبيعية لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال، أنا ما بحب أحكي في هيك مواضيع، لكن من كثر الناس ما بتطلب، وحقهم إنه إحنا نذكرهم إيش فيه، إيش تاخذوا حتى يستفيدوا، حتى لو كان مريض السكر بإذن الله سبحانه وتعالى، وبيحقق النجاح وما في فشل. هاي حياة بدها تمشي يا أخوان، لكن لا تدور ولا على وصفة إذا هذا مش مرتاح، ولا تدور على أي وصفة إذا ما في حب وتفاهم بين الزوجين هو أكبر مقوي جنسي. والله الحنية، التفاهم، الروحين يلتقوا مع بعض، غير هيك أبدا. لا تدور، هذا مديون عنده مشاكل، عنده حالة وفاة، يدور على جنس، أمي توفت ويدور على جنس، هذا مستحيل يا أخوان طبعا، إلا للي مخه ضارب. إذا الطرق الطبيعية لعلاج هذه المشكلة، وأيضا الضيقة المالية يا أخوان، الظفر اللي عنده أولاد ومش عارف من وين يوكلهم، بحط راسه بينام وهو ما بينام، مشاكل كثيرة، مشاكل العصر. لكن بدنا نستفيد، نتناول العسل يوميا، فوائده جدا عظيمة، ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار، العسل فيه شفاء. لكن أنا من وصفاتي والناجحة اللي هو العسل مع الزعفران، ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار، وبهدي نفسيتنا حتى للي عندهم التعب ومشاكل بالأعصاب، بريحهم الزعفران والعسل هذه من المجربات بإذن الله سبحانه وتعالى، مرتين باليوم، ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار. تناول الأسماك، اللي معاه فلوس يتناول الجمبري، جدا مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لو مرتين بالأسبوع بتساعده بإذن الله سبحانه وتعالى. تناول نبات الكرفس مهم ومفيد جدا للي عندهم مرض ضعف الانتصاب، أنا بدي أسميه مرض يعني بكل أشكاله وحالاته، وعن إيش ناتج، عن الحالة النفسية أو فبالتالي الكرفس جدا مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، بيعمل على تنشيط الجهاز العصبي. أيضا نبات اليقطين أو تناول اليقطين، يا سلام، فوائده جدا عظيمة للي بيأسوا من هذه المشاكل، فبالتالي بيستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا تناول البصل الأخضر، لو نقلي جوز من البيض، بيضتين بالسمن البلدي، ونتناول البصل، شيء خرافي بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا غذاء أجدادنا، وكانوا يفطروا على التمر والزبيب والجوز. نصائح، والله العظيم نصائح. انت ماكل مش تروح لتاكل لي كنتاكي وبيتزا وهمبرجر واخر الليل تحط راسك وتنام وتقول لها حلي مثل ما انا، طبعا بدك تظلك، خليها تجيب لك باكيت شيبس من مرة وتقول لها هيني باكل، ما بتستفيد. جسمنا بحاجة، لا حياء بالعلم، انه نذكر كل شيء مفيد باذن الله سبحانه وتعالى. لبن النوق جدا مفيد للي عندهم الضعف الضعف الضعف، بفيدهم بعون الله سبحانه وتعالى. بصل أخضر، البيض، السمن البلدي أو الزبدة البلدية، بفيدهم إذن الله سبحانه وتعالى. لو عرفت المرأة قيمة الجرجير لزرعته لزوجها تحت السرير، مقوي ومفيد جدا للرجال، وبيحتوي على مواد مهمة لتنشيط وتقوية الجهاز العصبي. فوائد الجرجير، هذا الورق الأخضر، فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استمرت الحالة لشهور، مفروض أنه نبدأ وما ارتاحت النفسية، نبدأ نبحث عن السبب، لأنه بنعدها حالة مرضية، ما في انتصاب، مثلك مش مثل الناس أو الرجال أو الشباب.
هذه المشكلة اللي بتأرق الشباب يا أخوان، وحتى سرعة القذف لا حياء بالعلم. فبالتالي من الأعشاب المفيدة من شأنها إنها تعالج هذه المشكلة علاج حالات الضعف الجنسي، وبتحسن من الحالة وبتصارح نفسك. فكثيرين من الناس بلجأوا للوصفات الطبيعية، بروحوا للعطارين للي عندهم خبرة، لحاله بروح بياخذ العسل بقول لك أنا عندي ضعف، لكن إذا ما ريح هذا مهما أخذ والله ما بيستفيد أبدا. لكن من المجربات للضعف الجنسي وضعف الانتصاب وحتى للشهوة الجنسية للرجال لا حياء بالعلم، الشهوة موجودة يا أخوان عند الرجال وعند النساء وشرحتها في كتابي. أعشاب كثيرة مفيدة، لكن أنا حاب أنه تستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو أنه طال الشرح، لكن عموما أنا بدي أركز على المفيد، فبالتالي بتستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأعشاب الرائعة ومفيدة جدا جدا للضعف الجنسي اللي هو الجينسنج الأحمر، موجود عند كل العطارين، والآن بالصيدليات في منه عبوات مكمل غذائي، لكن أنا بفضل الجينسنج ناخذ مطحونه مع العسل مع الزعفران، نعملها بالبيت 5-6 ملاعق من مطحونه، 5 جرام 4-5 جرام من الزعفران، نخلطهم بشكل جيد، ناخذ ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار وننام بكير، نريح أعصابنا، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا النبات له قدرة رائعة للي عندهم ضعف الضعف الجنسي، ومنشط أيضا لسائر البدن. ما له آثار بإذن الله سبحانه وتعالى. الجينسنج الأحمر أيضا من الوصفات، فول الصويا جدا مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، هو من المواد الغذائية اللي بتقوي الانتصاب، ومعروف عند أجدادنا وكانوا يتناولوه للعرسان اللي يفشلوا بالزواج، ليلة الدخلة استنى أمه ثاني يوم يصير طلطم، ماله ابني مكان تمام، يودوه يجيبوه للشيوخ يقروا عليه، برضو انسوا الموضوع شو اللي صار لهالشاب. يا اخوان هذه مسائل كلكم بتسمعوها من قرايبكم من احبابكم من زملائكم، في فشل بصير عنده، اما حالة نفسية او حالات مرضية او 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 او، لكن فول الصويا من المواد الغذائية اللي بتساهم بشكل كبير في زيادة معدل الهرمون الذكري، وبيعطي كفاءة وقدرة جنسية للرجال سبحان الله. هذه الطبيعة يا أخوان، أيام أجدادنا زمان لا كان فياجرا ولا كان روح على دكتور ولا أبدا، كانت الناس ما شاء الله عليها بال70 و80 ما عندوش ضعف حيوانات منوية وعنده ضعف بالانتصاب، كانت لما تموت زوجته يعمل مشكلة مع أولاده، إلا بدي أتزوج أبدا وهو على العكازة، يا رجال أنت كبير قل له أنا أقوى منك يا ولد، صحيح نظره كويس وأسنانه كويس، وكان يأكل يفطر ويتغدى ويتعشى ويأكل الدهن وما عندوش كوليسترول. إذن من المقويات ومفيدة جدا لضعف الانتصاب للرجال الحلبة، لو غليناها وحليناها بملعقة من العسل يا سلام حلبة، بعينك الله على الرائحة، لكن انت بدك تخلص من هذه المشكلة، احباط وتعب وتعب نفسي لك ولزوجتك، فبالتالي بنستفيد من مشروب الحلبة، فبالتالي اذا بحل مشكلة الضعف الجنسي، فالحلبة بتحسن الحالة الجنسية للرجال وبتزيدها، وهذولا مشهورين فيها الفلاحين. أيضا من الوصفات الأمينة والرائعة، لو حتى شربنا الحلبة أيضا في مقوي ناخذه بعد الحلبة اللي هو مغلي الهيل، حبهان اللي بنحطه على القهوة
بيلعب دور مهم جدا في علاج مشكلة الضعف الجنسي للرجال، وأيضا بيعمل على تحسين الحالة الجنسية الهيل، وأيضا مفيد جدا لمشاكل سرعة القذف للرجال. يا سلام، فبالتالي بيزيد في الرغبة الجنسية. هذا